مرحبا بكم. من المعروف أن المتاجر تحتوي على العديد من الأشياء المدهشة التي تنال إعجاب الكثير من الناس، ولكن على العكس لا يستطيع أي شخص معرفة كيف يتم تصنيع وإنتاج هذه المنتجات داخل المصانع. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نأخذكم في جولة داخل بعض المصانع، فهل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا لنبدأ. أولا المكسرات. ربما أنك في يوم من الأيام صعدت على متن شجرة مع أصدقائك حتى تستطيع الحصول على بعض من المكسرات والتي توجد على الأفرع، ولكن يتم القيام بعمل هذا الشيء بطريقة آلية في كاليفورنيا، حيث أن هذه الآلة هي المسؤولة عن اهتزاز الأشجار حتى تتساقط هذه الثمار، وبعدها يتم تجميع هذه الثمار بطريقة آلية حتى يتم تنظيفها من الشوائب والعيدان، وبعدها يتم غسلها وتجهيزها في هذه المصانع والتي يتم فيها تعبئتها بطريقة آلية أيضا، بالإضافة إلى أنه يتم الاستعانة بهذه الآلة والتي تعمل على تقشير المكسرات بطريقة آلية وفي أسرع وقت ممكن كما هو واضح في هذا المشهد. ثانيا الأيس كريم. يعتمد تصنيع الأيس كريم على الحليب والذي يتم تجهيزه بطرق معينة، وبعدها يتم الدخول في هذه الآلات والتي تعمل على الخلط بين اللبن والبيض، وفيما بعد يتم إضافة السكر والمنتجات الأخرى التي تساعد على تغيير طعم الأيس كريم، ثم بعد ذلك يتعرض إلى درجة حرارة 2 درجة مئوية لمدة ما بين 4 إلى 8 ساعات، وبعدها يتم وضع الأيس كريم في هذه القوالب من البسكويت أو القوالب البلاستيكية، وبعدها يتم وضع الغطاء على هذه العلب كما هو موضح في هذا المشهد بطريقة آلية وفي أسرع وقت ممكن، حيث يقال أنه من الممكن إنتاج حوالي ما بين 70 إلى 90 علبة في الساعة الواحدة. ثالثا المصاصة. يتم الاستعانة في هذه المصانع بالعديد من الآلات الغريبة والمتميزة والتي تعمل على تحويل الحلوى إلى هذه الأشكال، والتي يتم استخدامها في مختلف المناسبات حول العالم، حيث أنه يتم إضافة السكر والكراميل والعديد من الأطعمة الأخرى التي تمر على كل هذه الآلات حتى يتم إنتاج مختلف أنواع المصاصات والحلوى والتي تنال إعجاب الكثير من الأطفال، وبعد ذلك يتم تعبئة هذه المنتجات بطريقة مميزة، سواء كانت هذه الطريقة يدوية في بعض الحالات أو آلية في الحالات الأخرى. رابعا الكاتشب. من المؤكد أن الكاتشب يعتمد على الطماطم في عملية التصنيع، حيث يتم الحصول على عصير الطماطم وبعدها يتم إضافة المياه، ثم بعد ذلك يتم إضافة بعضا من الملح والسكر والخل والعديد من التوابل الأخرى حتى يتم الحصول على الخليط المناسب والسماكة المطلوبة، حيث يقال أنه يتم الاستعانة بالمحصول المميز من الطماطم والتي تساعد على إنتاج كاتشب بجودة عالية جدا، وبعدها يتم غسيل هذه الطماطم بطريقة احترافية، وبعدها بطريقة يدوية يتم نزع الطماطم الغير صالحة للتصنيع، وبعدها يتم تكوين هذا الخليط الذي ذكرناه في البداية حتى يتم تعبئته بصورة آلية في العبوات التي يتم عرضها في المتاجر والأسواق. خامسا الكرواسو. من المعروف أن هذه المعجنات كان يتم تكوينها قديما على أيدي الأجداد بطريقة يدوية، وكانت تنال إعجاب الكثير من الناس حول العالم، ولكن في هذه الأيام يتم استخدام الآلات في العديد من الأشياء والتي تساعد على تقديم المساعدة إلى البشر، وبالفعل يتم تجهيز العجين بطريقة آلية حتى أنه بعد ذلك يتم دحرجة العجين على هذا السير والذي يساعد على تكوين الكرواسو بهذا الشكل، ولو كان هناك أي من العجين مكون بطريقة مختلفة في الشكل يتم التخلص منه كما هو واضح أمامك في هذا المشهد، وبعدها يتم وضعه في الفرن في الوقت المناسب حتى يتم تجهيزه بصورة طبيعية ويتم تقديمه إلى المستهلك في المتاجر والأسواق. سادسا البيض. يتم إنتاج كمية كبيرة جدا من البيض في الأسواق، وهذا يعني أنه يحتاج إلى كمية كبيرة جدا من الدجاج حتى يتم توفير هذا الكم الكبير من البيض، وفي الحقيقة أن هذا الشيء يعني أنه يجب توفير رعاية لا مثيل لها إلى هذا الكم الكبير من الدجاج. يقال أن المزرعة التي تحتوي على 100 ألف دجاجة قادرة على إنتاج 2 طن من البيض كل عام،
حيث أنه يتم رعاية هذا الدجاج بصورة آلية حتى يتم توفير الطعام باستمرار والحرص على رعاية كل دجاجة، كما أنه يتم توفير نظام شرب المياه بنظام آلي ونظام تنظيف فضلات الدجاج بطريقة آلية أيضا، حتى أنه يتم توفير هذه الآلة التي تعمل على جمع بيض الدجاج باستمرار وبطريقة سهلة حتى يتم عرضه بطريقة مميزة إلى المستهلك والتي لا تتسبب في النهاية إلى تدمير البيض. سابعا، الصوف. في العديد من المزارع يتم تعليق الخروف من أقدامه كما هو واضح أمامك في هذه الصورة، حتى يتمكن العمال من قص الصوف الموجود على جسم هذا الخروف، حيث يتم استخدام آلة معينة والتي تعمل على قص هذا الصوف بسهولة كبيرة ودون أن تتسبب في أي مشاكل أو إزعاج إلى هذا الحيوان. وبعدها يتم غسل هذا الصوف بطريقة مميزة حتى يتم التخلص من أي رائحة أو أي شوائب، ثم بعد ذلك يتم تمشيط هذا الصوف حتى يتحول إلى ألياف جاهزة للاستخدام في الحياكة وتجهيز الملابس، ثم بعد ذلك يتم استخدام هذه الآلة التي يقال أنها قادرة على تجهيز الصوف على هذه الأنابيب، وفي مشهد مدهش للغاية. ثامنا، الخيول. هل سألت نفسك في يوم من الأيام كيف يستطيع العلماء تزاوج الفصائل المختلفة من أجل الحصول على فصيلة أخرى جديدة تجمع بين الميزات والخصائص في كل فصيلة؟ فعلى سبيل المثال في الخيول، يتم الاستعانة بمثل هذه الآلات والتي تعمل على الحصول على السائل المنوي من هذا الخيل، وبعدها يتم تلقيح هذا السائل المنوي في أنثى الخيل الآخر بطريقة التلقيح الصناعي، والتي تساعد في النهاية على الحصول على واحدة من الفصائل الجديدة والتي تساعد على خدمة البشرية، وذلك باكتساب الصفات المميزة التي توجد في هذه الفصيلة الجديدة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.